أنا على قناعة كاملة أن الشعب السوداني الذي قدم هذه الأثمان الباهظة قادر بعون الله تعالى على حماية ثورته وعلى الوقوف أمام أي مد يمكن أن يؤثر على نتائج هذه الثورة. لو قلنا في كلمة أخيرة، ماذا يطلب السودان من جيرانه؟ يعني حتى نقول أن هذا التدخل إيجابي وليس سلبي. أن يتركونا أولاً وشأننا، وأن يتركوا السودانيون يحلوا قضاياهم بأنفسهم، وأن يتدخلوا حين يطلب منهم، وأن يعينوا حين يطلب منهم. فسوداننا مليء الحقيقة بالخيرات، مليء بالمقدرات، يحتاج فقط إلى وقت قصير وسيعلم الناس كلهم كيف سيعود هذا البلد إلى خارطة إلى موقعه في الخارطة العالمية بقوة بإذن الله تعالى. إذن دعم السودان كبلد وليس دعم طرف من الأطراف داخل السودان.